مستقبل يليق باسم رجاء وبمغرب وملكها العظيم، وانا بشكرهم جدا. ان شاء الله في مصر هيبقى الاستقبال نفس الحفاوه، يعني حاسين ان احنا بنلعب في وسط شعبنا. يعني ان شاء الله تطلع مباراه لي باسم نادي الزمالك والنادي الرجاءي. انا ببارك لرجاء بطوله الدوري، وكانت يعني مباراه مصيريه في اخر 10 دقائق. الدوري راح الوداد وجه الرجاء، وراح الوداد وبركان، كان في اثاره غير عاديه. بارك للرجاء، وبطوله مستحقه تعبوا فيها كتير. ان شاء الله المباراه بتاعتنا تبقى اللي جايه ان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم الزمالك والرجاء. مجموعه اللعيبه ديت جيل واخد بطولات كتير، وعارف ان البطوله ديت بالنسبه له مهمه جدا. تقديرنا واحترامنا لفرقه الرجاء، طبعا فريق كبير ومن اكبر الفرق في القاره، انما انا اثق ثقه كبيره جدا في فرقتنا ان شاء الله انها تعمل، خصوصا في اللقاءات الصعبه بيبقوا عند الموعد دايما. طبعا هو ده لعيبه كبار، يعني لعيبه عندنا لعيبه ونجم وبن شرقي لعيبه كبار، وليهم دور ان شاء الله هيبقى كبير جدا في المباراه اللي جايه من الافريقيه بالنسبه لنا ان شاء الله.